أعزائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنكشف على هذه الخلية. هذه الخلية ضعيفة، شنو فيها؟ شو تشوفوا الأمراض اللي فيها؟ وكاين هنا بعدا، كاين هنا النمل. النمل هنا موجود بغزارة، النمل موجود بغزارة، شاهدوا معايا. بسم الله، الخلية كانت غادا مزيان ولكن توقفت بواحد الشكل، واحد الشكل مخيف. انا غادي نقول لكم السبب، تبعوا معايا الفيديو حتى النهاية، ما تنساوش دعمونا بجيم او مشاركة، مشاركة معنا في القناة باش يوصلكم الجديد. هانتو السبب هو هاد الحضانة اللي مبينين عليها دابا، راه الفاروة. هانتو النحل كي غلق عليها وبدا كيفتح عليها دابا الان. ها هو كيبان لكم بيضا، عدو من اعداء النحل المدمر من دابا غيبدا. دابا راه تقريبا احنا دابا في اواخر يوليوز تموز، ان شاء الله غندخلو في شهر اغسطس، اي ما يعرف ان شهر 8. هادي فيها الفاروة، هادي لما تعالجات مصيرها الهلاك. لاحظ هنا شحال من وحدة، شحال من وحدة معرية. الحضانة الفاروة صافي انهشت جسدها، والنحل كيخرجها دابا، خصوصا هنا. ملكة شابة، هذه تقسيمة ديال مارس أدار 2021. كيقول الدخان عندي الرابوز ما معمرش مزيان، الدخان ضعيف. شاهدوا معايا الحضانة كلات طق. هنا النحل كاين كثرة، ما كيبان لكمش النحل كاين كثرة والحضانة قليلة. هانت كاين بعض الثقوب في الحضانة، ما شاء الله أعداء النحل كثور. خصوصا الحضانة قليلة وزيد لها الفاروة، مشكل. بحال دابا هذا هنا كيبان لكم، هنا غيبان لكم كثرة. مشاهدينا الإبهام، هما بداو النحل كيجبدهم دابا، هادو غيجبدهم غرميهم. علاش؟ كاين الفارو. هاد الصندوق هذا إن شاء الله لا طول العمر شهر 9 غنداوي، نتمنى الحرارة، درجة الحرارة تنخفض باش يمكن لي نداوي. واخا دير لا ثومة او خا دير لا،
ما يمكنش. نفس التجربه مريت بها السنه المنصرمه، خداويت القى صندوق الهلاك. الغروة اخطر عدو. هالما السنتة قوت كيتقى هاد الشجر، شوف الموقع الجبل، موقع غارض، عرفت كيقول لك كيتسائلوا اين توجد منطقة جميلة. تحياتي لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.